شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في جلسة افتتاح مسار منظمات الأغذية والزراعة الفاو. أعرب سويلم عن سعادته بالمشاركة في افتتاح هذا الحدث الهام الذي تنظمه منظمة الفاو للمساهمة في معالجة تحديات ندرة المياه في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، ومشيرا إلى أن رؤية الفاو حول مسار بناء مجتمعات مرنة يتماشى مع رؤية وزارة الموارد المائية والري. أشار الوزير إلى أن منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا تعاني من ندرة مياه كبيرة والتي تفاقمت بفعل تغير المناخ والزيادة السكانية، مما يقلق القدرة على ضمان الأمن الغذائي وتهدد سبل عيش المجتمعات الأكثر ضعفاً.